سابقا في روبيك. مش عارف لو امي قاعده حية هل كانت حتكون حنين علي اكثر منك؟ امك سناء الله يرحمها ما في زيها يا مروان. عمتي احكي لها. امك كانت دكتوره كبيره، وبحكم انها مولوده برا كان عندها جواز اجنبي، وهذا سبب لها مشاكل مع الدوله. لكن بالحكي مروان، امك كانوا يحبوها كلهم ويعزوها ويحترموها ويقدروها. واختفت كرباتي. كل شيء جاهز يا سيزان. بتحكي عربي كويس. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى متابعة هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار خاص، ونستضيف سعادة القنصل في بلادنا ونتوجه لها بأول سؤال. ما هو الدور الذي تطلع به دولتكم في دعم الاستقرار في بلادنا في هذه المرحلة تحديداً؟ رج شوية عندي لكم رأي منيح. هل يا جمال؟ غير اسمعوني، بالله عليكم اسمعوني، الكلام اللي حنقوله لكم خطير جدا. أنا مش حنقول لكم على منو كان السبب في الموضوع، أنا حنقول لكم على أسرار كلها. بس ما تقتلونيش، بس ما تأكدوا أني مش هنحط راسي على مخدة ونستريح، حتى ناخد بيتاني من الناس اللي حرمتني من شوفتكم وانتم بصحتكم واقفين على رجلكم. الناس اللي سرقت صحتكم وسرقت لمتنا الحلوة لما اندفعها الثمن غالي وعلى دايما الليم. ليش سيبت؟ ما سيبتش، أصحاب الورشة هم اللي سكروها. وصباح عرض عليك الخدمة هنا؟ بالضبط. في صدف ما تصيرش من فراغ يا مروان، ما تصيرش من فراغ. ليش ما تتلاقيش معه وتحكي له كل شيء؟ في الأخير هو ولدك وأكيد حيتقبل اللي صار. مستحيل، الموضوع مش بيدي، هذا أمن قومي وما نقدرش نصرح بأي شيء. مرات لما تشرحي له الموضوع يتقبل أنك أمه، وفي نفس الوقت يتعامل معك من بعيد لبعيد. باقي عيلته شن يضمن انهم ما يعرفوش اني حية ويطلع الموضوع للإعلام ويكبر؟ أنا من الأول خلفتك انك تهتم به لأني ما نبيش نكون في الصورة.
جاهزة للعرس الليلة. تلبسي نفس الفيل اللي قلتي لي عليه. حلو. إن شاء الله مبارك علي وعليك. سارة نبي نشكرك لأنك وافقت نديروا العرس في حوشنا ورعيتي ظرف خوي وأمي. ربي يحفظك لي إن شاء الله. سلامات سلامات. الأسماء جاهزة وعناوينها. جمال هر كل شيء. كويس كويس. الماكلة والمشاريب والورد والحلويات وصلوا لحوشكم وكل شيء تمام التمام. منور يا مصباح. بتجيب العرس اليوم ولا؟ والله ما نعرفش، أنا عندي مشوار في الليل. وين؟ بضاعة هيك بنمشي نستلمها من واحد عرفها. كويس كويس. على كل حال بنت خالتك جاية وحنحطها عندكم في الحوش بعدين. تبي مني حاجة توها؟ لا. استنى. صباح. أنا عارف كويس إني قابلت صقر وتعشيت معاه. وإنك أنت اللي حددت الموعد بينه وبين الشامخ. شكون قال لك الكلام هذا؟ أنا ما تحاولش تنكر. على العموم أنا مش حننسى إنك راجل بنت خالتي. مش حناخذ أي إجراء ضدك. سامحني أنا ما كنتش نعرف إنه صقر. ولا يهمك. برا توا شوف مشوارك وبعد العرس نتلاقوا إن شاء الله. أنت متأكد من المعلومات هذه؟ بدون أدنى شك، المعلومات مؤكدة وعندنا اعترافات كاملة من شخص كان يشتغل معه، أعطانا كل تحركاته. خذ القوة معك وتحرك فورا، الشخص هذا الليلة نبيه قدامي. هل أنت جاهز؟ نعم. الهدف كما اتفقنا هو مبنى مفوضية الانتخابات. نعم. سيخرج معك الشباب لتصوير العملية. لا تنسى أن تتلو الشهادتين قبل أن تفجر نفسك بالحزام الناسف في المبنى. بعون الله. هنيئا لك الشهادة يا أخي أبا الفضل. حور العين في انتظارك في الجنة على أحر من الجمر. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى الأستوديو بعد أن تبعنا هذا التقرير حول الانتخابات. كما تعلمون أن اليوم هو اليوم الحاسم حيث يدلي فيه كل مواطن بصوته في هذه الانتخابات.
كما بلغنا قبل قليل أن نسبة الإقبال على الانتخابات كبيرة وتفوق الانتخابات السابقة بنسبة لا بأس بها. أتمنى من كل قلبي أن يعطي كل مواطن صوته لمن يستحقه وأن يختار المرشحين الوطنيين الذين تهمهم مصلحة الوطن فقط وليس مصلحة جيوبهم. أما الآن فننتقل إلى الزميل عادل من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كي يطلعنا على آخر المستجدات هناك. مرحبا بك عادل. Thank you.
واش كان تبغى اختفيتي؟ بقولك تخليني استحشتك. دوشكا انت معقول هكي تفوتيني؟ تباهي بعد نوريك شنو هذا؟
ألف مبروك يا أخوي. الله يبارك فيك، شد حالك ورد صحتك باش نفرحوا بيك حتى أنت. لا أنا خلاص. ما في شيء اسمه خلاص. أنا خلاص تميت إجراءات السفر متاعك لألمانيا، حتى تعالج في أحسن مستشفى غادي، وحترجع زي ما كنت قبل. أنت عارف الطريق اللي ماشي فيها هادي وين حتوصلك؟ عارف الطريق هادي يا أخوي، اللي يخشها ما عادش يقدر يرجع. ومن قالك أنا نبي نرجع؟ أنا نبيك ترجع. أنت تقدر ترجع. أرجع لقرايتك، أرجع لحياتك، سيب كل شيء وأرجع لحياتك الأولى. مستحيل. شن هو المستحيل؟ أنت قبل شوية قلتها بروحك، اللي خش الطريقة هذه مستحيل يرجع. وأنا خلاص خشيت، ما تشغلش بالك بي، المهم توا أنك ترجع زي ما كنت قبل وأحسن. طيارتك غدوة في الليل، جهز روحك. أميرة 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 أميرة. صباح النور. خير قاعدة هنا؟ شي كنت قاعدة هنا وخداني النوم. قامز هنايا وخداك النوم ببطانيتك؟ خيرك مروان، كل شي تدقق عليه. من حقي نسأل علاش مرتي ما تبيش ترقد جنبي زي أي زوز متجوزين. عادي مروان، أنا مازال ما خديتش عليك، إن شاء الله مع الوقت ناخد عليك. أميرة أنا ما نبي شيء من الدنيا هذه إلا إنك تحسي بي وتكوني حنين عليا زي ما أنا حنين عليك. من حقي ولا مش من حقي؟ أكيد من حقك، لكن أنا قلت لك مازال ما تعودتش، هي مسألة وقت وحناخذ عليك إن شاء الله. نودي لنا فطور. حاضر، من عيوني. ماشية؟ ماشي نجيب حاجات يام. وشني هي الحاجات؟ حاجات وخلاص يام، هاي مع السلامة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى متابعة هذه النشرة الأخبارية.
ولا زالت ردود الفعل تتوالى حول حادثة الاغتيال التي تعرضت لها نائبة السفير بالأمس في مقر السفارة، حيث استنكرت وزارة الخارجية اليوم هذه الحادثة ووصفتها بالحادثة الإرهابية، وأكدت أن تحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث. وفي سياق متصل وبتزامن مع حادثة الاغتيال هذه، ضجت الساحة السياسية بالأمس باغتيال شخصية سياسية كبيرة في بلادنا، حيث تم مساء أمس العثور على جثة. صباح الخير. صباح النور. كعس. قبل كل شيء نبي نهنيك على اللي درته امس، ما كنتش متوقعك بالحرفيه هذه. لكن هذول ما تقوليش هلبه والكلام الفارغ هذا حقك، خذه وانت ساكت. في موضوع مهم نبي نحكي لك عليه. شنو هو الموضوع؟ أفتح. مصباح كان على علاقة بمرتك قبل ما تعرفها أنت. أيوة مصباح، أنا استحشتك هلبة. وانا اكتر يا عيوني. المهم توا سمعيني كويس، شنو اسمها صاحبتك هذيك اخت صقر؟ فاطمه. خيرها؟ نبيك تخدمي معها اليوم. اصلا انا كل يوم نخدم انا وياها. حلو. اليوم مع الساعه 8 نبيك تخدمي معها من جهه الورش، من غادي حنخطفكم. تخطفونا؟ انت شنو قاعد تقول؟ اسمعي كلامي ونفذيه وبس، بعدين تو نشرح لك. خلاص اوكي، أنا شوي بنخدم أنا وفاطمة من قادي. باي باي ترى. أنت ما تعيش من لكلك والدواء في الموبايل. Thank you.
مصباح كان معجب بأميرة، وأميرة كانت تحب مصباح بشكل لا يوصف. طبعا اللي ما تعرفاش أن مصباح راجل بنت خالتي، ولهذا رفض أن يتزوجها، لكن داروا اتفاق. مصباح أني نحبك ونموت فيك، علاش ما تبيش تفهم بأني أني ما نقدرش نعيش من غيرك؟ حتى أنا نحبك يا أميرة، لكن ما ينفعش نتزوج. تبي شامخ بعدين يديرني قديد أنت؟ يعني أنت تبيني نتزوج الديناصور اللي جايبته لي أمي؟ لا ما تتزوجيش. ولا شني؟ شن اسم الولد اللي قلتي إنه هو معجب بيك؟ مروان. شوفي، لو تجوزتي اسم ناصر، هذا شيباني عنده فلوس ومستريح، وحتلقيه صبح وليل معاك في الحوش، وهيكي مش حناخذه راحتنا. هذا فوتي. اقنعي مروان انه يتزوجك. اسمعيني بس، افهمي كلامي. هذا في الاخير شاب مضطر يخدم ويجيب القرش، وطلوعه حيكون هلبة من الحوش. كي حنقدر نشوفوا بعضنا اكثر وناخذه راحتنا. طبعا عرض مصباح ليك باش تخدم معانا ما كانش من فراغ. غدوة باش نوضي الصبح بكري. علاش وين تمشي؟ نجي نجيب بضاعتي من الورشة. مرت مولا الورشة خلاص تبي تسكرها. انت شو بتخدم توا؟ والله ما اعرف، لكن مش حنحير، اكيد حنلقى شغل. انا بنمشي نبدل حواجي، جيت الحقيني شوي من الحقك. راجي فيك. ألو مصباح، اسمعني كويس، مروان سيب الخدمة. إيه اسمعني، لازم تشوف له شغل معك. تصرف يا أما حيقعد لي في الشقة، مش حنقدروا ناخذ راحتنا. أوكي تصرف، يلا باي تو. طبعا مصباح قالك ما تطلعش من العمل لما نبدا ما هناش، وهذا باش يضمن انك ما تمشيش للشقه لما يبدو مع بعض. وتو حاليا اكيد غادي ما تطلعش من المقر الا لما تاخذ الاذن مني، وخاصه لما نكون ما هناش. ما تتحركش لين تستاذن مني. Thank you.
الجو صقع اليوم. هلبا نفس السيارة على أساس رجل نزيه. شن حال الشام؟ كويس، بدأ العلاج الطبيعي. إن شاء الله ربي يشفيه. مبارك منصب وزير الداخلية. الله يبارك فيك. ها شو الموضوع اللي طلبتني فيه؟ أيمن، أني نعرف كويس اللي أنت وراء الاغتيالات اللي صارت. وأني مش عارف أنت علشان تتكلم بالضبط. لا، أنت تعرف أني علشان نتكلم كويس. عموماً أنا اللي عن توا ما عنديش أي دليل حاسم ضدك. كويس، أمال علش ناديتني؟ ناديتك لأن أخوك عنده جميل كبير في رقبتي، وزمان قال لي جملة قاعد نتفكر فيها علي توا. أنا قدمت لك خدمة وحيجي يوم وتردها لي، وأنا اليوم بردها لها. ابعد يا أيمن عن المواضيع هذه، حتضيع روحك وتضيع عائلتك معك. أمك وأخوك ماش عندهم حد إلا أنت. مشكور على النصيحة. عندك حاجة تانية؟ لا. قبل ما نمشي نبي نقول لك حاجة. ما تحسابش أن بمنصبك هذا حتقدر تقضي على الشر كله هيك بضربة واحدة. الخير والشر موجودين من يامات قابيل وهابيل، وحيستمر الصراع بيناتهم ليوم القيامة. أنت توا سعيد ومبسوط بمنصبك، لكن نقول لك
في ملايين قبلك حاولوا فشلوا، وفي ملايين حاليا قاعدين يحاولوا وحيفشلوا. مش هنقول لك وقف، حاول، لأن لكل واحد دوره في الدنيا هذه. أنت راعي الخير واني راعي الشر، ثنائية مشهورة زي أي قصة في فيلم أو مسلسل. ضروري ما يكون في شخصية طيبة وشخصية شريرة، لكن الأكيد أن الحل مش في يدك زي ما هو ما هوش في يدي. وتيخو تأكد أن ما فيش حد حيخش النار بذنوب التاني. سلام. أكيد مصدوم من قصتها، يمكن يتوقع. أنا لو صدمتني القصة، مرأة متزوجة وعندها ولد وعندها جنسية تانية، تضطر إنها تسيب ولدها وتسيب البلاد باش تنقذ نفسها من ملاحقة النظام لها، تدعي المرض وتغادر رحلة بنغازي طرابلس في آخر لحظة قبل الإقلاع، وهي كانت تعرف إن حيتم تفجيرها، وتخلي زوجها في الطيارة وتضحي بيه. الطيارة تطيح ويموت رجلها اللي ضحت به، وهي توصل لبلادها الثانية. وطبعا نتيجة انفجار الطيارة تفتت الجثث، ما قدروش تعرفوا على أن في جثة ناقصة. ومع الوقت تترقى في سلك الدبلوماسي لين تولي قنصل لدولة كبرى، تتعين في بلادها الأصلية. فعلا قصة ولا في الخيال. نادم على اللي درته. العالم دي من فوضينا مش أنا. العالم أصلا ما فيش إنسان حيفهم اللي مريت بيه. هيا مروان. Mm-hmm.